وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الأردن زميل أحمد عبد الصمد موفد التلفزيون المصري إلى هناك. أحمد، انقل لنا أهم الاستعدادات الجارية لانعقاد قمة بغداد الثانية بالأردن. نعم، صح، أتحدث إليك الآن من البحر الميت حيث مقر انعقاد المؤتمر، وبالتحديد من داخل مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات. هذا المركز الذي سوف يستضيف في صباح الغد ظهرا بمشيئة المولى عز وجل قمة بغداد للتعاون والشراكة. هذه القمة التي تنعقد في نسختها الثانية للتأكيد على دعم العراق واستقراره وأمنه ووحدة العراق أيضا، وعدم التدخل في أموره الداخلية تحديدا، فضلا عن إعادة إعمار العراق للعودة بالعراق مرة أخرى إلى مكانتها في محيطها الإقليمي. نتحدث عن فعاليات هذه القمة التي سوف تنطلق غدا في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت عمان، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، حيث وصول القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة والتي يشارك فيها كل من سلطنة عمان والبحرين للمرة الأولى في النسخة الثانية، بالإضافة إلى 6 دول العربية المشاركة في هذه القمة، فضلا عن فرنسا ممثلة في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذه القمة بعد وصول الوفود كما ذكرت في 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، يتم بعد الوصول أخذ صورة تذكارية. هذه الصورة تكون بمثابة إذانا ببدء فعاليات القمة في 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، حيث تبدأ بكلمة للملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثم باقي كلمات القادة وأيضا الوفود والمنظمات المشاركة في هذه القمة. نتحدث أيضا عن مشاركة الجامعة العربية ومشاركة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن الاتحاد الأوروبي. بعد الكلمات الرئيسية ترفع الجلسة، ثم تنعقد جلسة أخرى مغلقة، ثم لقاءات ثنائية ما بين الزعماء والقادة المشاركين في هذه القمة. هذه القمة في الأساس صحر الهدف الرئيسي منها كما ذكرت إعادة الإعمار. نتحدث عن قمة سياسية، قمة أمنية تلتئم فيها دول جوار العراق للعودة بالعراق مرة أخرى، لأن بلا شك العراق القوي يعد بمثابة ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي والإقليمي في المنطقة. ملفات عديدة سوف تطرح غدا على طاولة النقاش، أهمها الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، وأيضا يعني من بين هذه التحديات أزمة الطاقة التي لا تؤرق العراق فقط ولكن تؤرق المنطقة ككل. إليك مرة أخرى. نعم، قمة كما ذكرت تناقش تحديات عدة. من الأردن الزميل أحمد عبد الصمد موفد التلفزيون المصري إلى هناك، شكرا جزيلا لك.